انت متهاوش مع امي وضاربها؟ رد علي، ان ضارب بنت اخوك؟ اي ضاربها. ليش؟ وش سوت لك؟ لانها كانت تكذب علي، متفقه هي وام علي. وش كذبت عليك؟ وليه ما علمتني؟ ومتى قابلتها؟ وين شفتها؟ انت مين اللي علمك؟ لمياء؟ انا الحين اللي اسالك، انت وش قاعد تسوي؟ وليش؟ هذا حقي، حق اللي خذ اخوي مني، لعب علي وغدر فيني، خلاني اسافر في نفس اليوم عشان ما انسجن، وانا صدقته، وذري كان يخطط انه يتزوج من البنت اللي انا احبها. انت وش قاعد تقول؟ تنسجن؟ ليش؟ بسبب مصايبه، بلاوي ولدك اللي انت تخافين عليه وتدافعين عنه. انا ماني مصدقه، مصايب ايش؟ بقي شيء انا ما اعرفه. انت وش تدرين عنه؟ انت ما تعرفين الا بس انه هو مدمن، ولدك تاجر مخدرات، متورط مع ناس ما يرحمون، ناس ما يخافون الله، ورطني معه وعشان كذا خلاني اسافر. لعب علي ولعب على ريم، وريم كانت تحبني وهي متوقعة أنها متزوجة من الشخص اللي كان يحبها. أنا ولدي تاجر مخدرات وبياع، خرب بيوت، دمر عوائل، ضيع شباب، حتى حياتنا دمرها. وعلى فكرة موضوع أنه مختفي ما مشت عليه، أخوي مكتوب، راح تفسد حسابات ناس كان يعني يما 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 كلميني يما.